ماما طويل حيفة كبيرة وجه طويل تحبنا وكان دليلنا كثير وهيك كل الأكلات طيبات ماما كله كله طيب جابوها ونزل طير الحرب وزتت قدام المشفيين تبي اجت الشرطية عرفت من الطيران صرنا نبكي عليه ونجنن عليه وبابا قصف شم الريحة وريحة البارود والغازات مات هو الأحداث هو اللي موتنا Za'atari refugee camp is the second largest refugee camp in the world. Through a joint effort by the UN and the Jordanian government, the camp was opened in July of 2012. Yet, despite the UN's long-term commitment and donations from other countries, Za'atari remains underfunded, running at about 52% of its initially established budget target. Home to over 120,000 refugees, it also constitutes Jordan's fourth largest city. What did you tell them when y'all were coming to Jordan? راح نطلع على الزعتر وهيك هيك بس شو اكيد تمشي ثاني؟ لا عارفه هون رح يجي لهون الحال من القصب عندنا صار قصف والامن صار صواريخ ورجمات صواريخ بتخوف جيش الحر جابنا حطنا على الحدود وجينا كيف يعني كنت فيهم؟ ساعدون وهيك كل شيء ساعدتهم لأنه يوم إجوا من سوريا كان وضعهم كثير مأساوي ما معهم أي حدا بيخصهم بيقرب لهم ولا حدا رضي يتعرف عليهم وبحثنا لهم عن على ناس إنه يتبنوهم أو يقعدوا عندهم مؤقت يعني حتى نلتقي بأهاليهم ما حدا قبل إنه يستقبلهم إنه عددهم 5 وحاولوا العالم إنه يأخذوا بس طفل ويبعدوا الأخوة الباقين عن بعض فتأثرنا فيهم كثير وحكيت لجوزي وقال لي جيبيهم. How are the children adjusting to the life in the camp without their mother and father? بداية الوضع كان كثير صعب. بالنسبة للأطفال الصغار يعني شوي تقبلوا الوضع حنين الكبيرة في بعد يعني لحد الآن بتعاني من هالمشكلة كونها شافت أمها أثناء الإصابة فما بتروح من خيالها أحيانا يعني أحيانا بأي ساعة بالليل بتفوت لعندها بتلاقيها صاحية ما بتنام ما في عندها قلق دائما توتر On reçoit des adultes, hommes et femmes, comme des enfants de tous les âges. Beaucoup présentent des manifestations anxieuses. Alors l'anxiété peut se manifester chez eux par des plaintes somatiques pour beaucoup, des difficultés à respirer, des maux de ventre, des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Chez les enfants, une énurésie. N'ont jamais acquis la propreté, parfois à des âges avancés, comme une dizaine d'années, voire plus. Bien sûr, donc les réfugiés ont été marqués par les scènes traumatiques auxquelles ils ont pu assister, mais on remarque dans nos consultations que les problématiques qu'ils présentent au moment où on les voit sont surtout liées à leurs conditions de vie actuelles. How long have you lived in Za'atari? عام كامل.
هو طبيعة الجو بتختلف عن بلادنا يعني طبيعتنا أفضل شوي اهتمام يعني يعني في إشي كثير كويس وفي إشي كثير تعبان وبناء أو مكان حديث والحديث صار في المدينة يعني التجمع هائل في مكان ضيق بسرعة يعني ما يعني هالخدمات ما هي متجاوبة مع العدد مباشر جيت على المخيم شفنا انه العالم محتاجه هون المي كثير يعني فقررت افتح المحل هذا والحمد لله يعني طلع اختيار صح الخزانات اللي منعبي فيهن المي قبل التحلية اسم مشروعك صابرين للمياه الصحية بنت اختي استشهدت في سوريا على اسمها هذا النظام بيصفيها من الشوائب ومن الرمل والغبرة وأي شيء ثاني كل شيء شوائب تنشال من الفلتر هذا من النظام التحلية من جابه؟ من برا من عمان يعني شفت المحطات برا وشفت شلون نقابة المي فحبيت أعمل هون نفس برا مشان العالم تشرب مي صحية مي بطول المخيم مش أضيفة زي مخيم زي ميتك لا في أخوان ثلج مهم في لا برادات لا كولارات فجبال عم تشتري الثلج تشرب مي باردة ليس الترعة كنت معتقل وبعد ما طلعت من الاعتقال جيت لهون واحد خايف من الموت هنا بس مجرد احنا جايين فقط للبحث عن الأمن والاستقرار والبحث عن يعني الهرب في أعراضنا بأعراضنا أقل ما يمكن والله هي كمعتقل المخيم بالنسبة إلينا كالمعتقل تماما يعني ترغم في منطقة هي كالصحراء وتحاط بأسوار شائكة ولا يسمح لك الخروج خارج هذه الأسوار نهائيا إلا بتصاريح في الحقيقة كأننا في معتقل والله بالنسبة للمستقبل لا نتوقع أي مستقبل لأي طفل هنا الكل ينتظر العودة إلى سوريا هلا الأطفال بشكل عام هني تقلم بالعيش المخيم صعب لإلهم صار على الطفل أعباء غير أعباء اللي من عمره حتى واجبه إنه يعمل حتى واجبه إنه يشتغل ما هو طفل طفل مفروض عليه يأمن لبيته الحماية مفروض لأنه كتير أطفال هني اللي عم تقوم بحماية البيت كامل صغير يعني بس هو رجل صغير حتى لو كانت بنت فيوم أن يجي القصف أو إطلاق النار انت تقدر تزت حالك مثلا مكان تتلاوث فيه بس الولد بجوز يعني يتركك ويفل عنه من الخوف من الرعب مثلا يعني سبب مجيئنا احنا هو الاطفال يعني انا ومرتي ما نخاف على انفسنا يعني هو في يعني الولد عم بيجي من سوريا بيجي كويس هنا بعيش مثل ما تقول اسبوع اسبوعين بفرط الولد عن الاسره ليش لانه صار يطلع من الخيمه كثير ويبعد عن اهله كثير حيدور على التشرد يعني في حياة تشرد صارت للأطفال مثلا المرحلة الثالثة بدك تعمل تمويه وترجع بالرجل الثاني المعاكسة أوكي راح أطبق قدامكم من خلال تعليمك للكرة مثلا أو هالمهارات عم أنت بتجذب طفل مثلا أو هاللاعب تجذبه بصير هو أنت تقدر تحكي معه وتسيطر عليه شوي فهالأمر هذا بيخلي يعني في رابط قوي أنك هو ينشد إليك ويحترمك فهذا بيساعد الأهل كمان يعني بالأمر هذا والله أنا أقعد من أسسنا فرق يعني ولبسناهم وعم ندرب فيهم صار لنا تقريبا شهر ونطمح لأنه نوصل لشهرين ثلاثة يعني منكون صرنا نسوي دوري داخلي بعد الداخلي ننتقل لخارجي مثلا
On s'appuie beaucoup sur tous les partenaires d'activités psychosociales ou d'activités récréatives, patients, vers eux, afin qu'ils puissent réinvestir quelque chose, retrouver des rythmes quotidiens, voilà. Have you found that many of the refugees here have lost hope? Vraiment dire perdre l'espoir, mais on sent que cet espoir est quand même bien fragilisé par ce deuil de leur vie passée et par cette difficulté à se projeter dans l'avenir. Et pas si leur situation sur le camp est transitoire ou s'ils vont pouvoir rentrer chez eux, dans quelles conditions ils vont pouvoir rentrer chez eux, puisque pour beaucoup, leur maison a été détruite par les bombardements. Et puis avec toute cette question du deuil matériel d'un patrimoine, deuil parfois de proches, mais pas si souvent que ça. Et puis, en tout cas, deuil d'une vie passée, hein, de projets qu'ils avaient, d'ambitions professionnelles, voilà, avec la perte de beaucoup de choses de leur vie. Siraha, siraha. قلنا له احنا صار لنا شهر يعني عم نشتغل بشكل مضبوط فبنرجو منكم يعني الالتزام والمحافظه على المكان يعني كان يعني احنا اصحاب المكان واحنا اهل المكان هذا صح احنا غريبين عنه ما بهمناش الارض والهذا بهمنا بما زلنا موجودين هون لازم نحافظ عليه ونشتغل فيه بما يرضي الله لنا ولاخوتنا الصغار ما هيش فاحنا ان شاء الله بنتامل نتعلم هالشيء هذا قبل التعليم الرياضي الفائده لجسمنا بدنا اياها احنا بس كمان الفائده لعقلنا كمان مطلوبه هاي اوكي ريحها على كيفكم عاد ريح اجريك على كيفك انت قاعد